على المك ناص وقت المغابي فوق الجيوب اللي تعشق الصحاري اخوتنا شاما للمراجل معاطيش الرجل منهم للمقاني صباري والخد ربع عقب سيله ولاني شوف الفياضة فيضه والخبالي وقمنا نتقصص نمشط الخد تفيش ونادى خويك لاقي له حباري قالوا هريبوا ناوي له مطاريش طار وتعلى ناوي له دياري خرب عنيد من خروب مخاريش خاض جناحه تدعى الجو فاري والطير جاهز في هداده وشويش ريشة دقاقوب وله ثنادي وعالي ومصد ريشة مطرب الأبرق الريش أسبق مطيرة من مطيرة الأخضاري راح يتعلى في لحوقه الأغامش وجاه يتقطع في كفوفه شباري وطق وتعلى مودع الريشة هطشيش كأنه لحول في نزول انتحاري وخمه براسه محول مباع على شويش وضمه بصدره في فعوله يماري هذه طرته الصيد وغيره على وش لا من قنصنا فوق جكس وسفاري الله على المك ناص وقت المغابيش فوق الجيوب اللي تعشق الصحاري اخوتنا شاما للمراجل معاطيش الرجل منهم للمقاني صباري والخد ربع عقب سيله ولاني شوف الفياضة فيضه والخبالي وقمنا نتقصص نمشط الخد تفيش ونادى خويك لاقي له حباري قالوا هريبوا ناوي له مطاريش طار وتعلى ناوي له دياري خرب عنيد من خروب مخاريش خاض جناحه تدعى الجو فاري والطير جاهز هداده وشويش ريشة دقاقوب وله ثنادي وعاري ومصد ريشة مطرب الأبرق الريش أسبق مطيرة من مطيرة الأخضاري راح يتعلى في لحوقه الأغامش وجاه يتقطع في كفوفه شباري وطق وتعلى مودع الريشة هطشيش كأنه لحول في نزول انتحاري وخمه براسه محول مباع على شويش وضمه بصدره في فعوله يماري هذه طرته الصيد وغيره على وش لا من قنصنا فوق جكس وسفاري